أيها السادة والسيدات، أنشئت نقابة الصحفيين الموريتانيين منذ 3 سنوات في سياق زمني حاضن صعب، ويمكنني أن أقدم قبل تعدادي بعض من المكاسب القليلة التي أنجزتموها أيها الصحفيون أيها الصحفيات ميزتين. الميزة الأولى هي أننا حققنا، ولا أريد أن أكون مجاملا في هذا الصدد، التملص أو التخلص من درجة التمييع واللا استقلالية التي تطبع كثيرا التشكيلات المدنية والمجتمعية والأشخاص والأطياف السياسية والمجتمعية التي واكبت والتي ترقى إلى تعزيز حرية الصحافة، ما زالت مواكبة لنا بوصفنا نقابة مهنية. لذلك يشرفني كما يشرفكم بكل تأكيد أن تحمل وأن تشمل هذه القاعة موريتانيا في تعددها السياسي والاجتماعي والعرقي، كلها تجد ذاتها داخل نقابة لأنها رفعت المهنية أساسا بعيدا عن كل استقطاع. في الصف الأمامي والغيام عندما أقدمه، أقدمه أساسا لضيوفنا الكرام والموقرين ورؤساء أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة والنواب البرلمانيون، وكانوا قد شاركونا التأسيس لفريق برلماني من 19 نائبا برلمانيا يعضد جهود الصحافة وحماية الصحافة من الموالاة ومن المعارضة. وإلى اليمين النواب المركزيات ورؤساء المركزيات النقابية، ويحضر معنا كل الطيف السياسي في تنوعه في موريتانيا، وهذه أكبر ضمانة وطمأنة وتعويلة على أن المسار الذي سلكناه منذ 3 سنوات ما زال هو أن نعمل على تأسيس وتكريس نقابة مهنية هي ملك لكم، ملك لكل الموريتانيين، ومدافعة عن الحريات وعن الصحفيين بصفة عامة. يشرفنا كذلك أن يكون إلى جنبنا ممثل قوات نظامية سواء في الجيش أو في الدرك أو في الأمن، وهؤلاء هم مسؤول الاتصال بهذه المؤسسات، لأنه كما أشار الأستاذ بقلو مؤخرا بدأ المزيد من تجسيد التعاون المهني بين الأطر الاتصالية في القوات العسكرية وفي جهات الأمن مع الصحفيين في انفتاحهم على مصادر الأخبار، ويسر كذلك الكثير من التعاطي الإيجابي وعلى الأقل تمكين المواطن من الاطلاع على ما يجري سواء في العمليات الإرهابية التي تحدث أو فيما يتعلق بأمن وغير ذلك. ولكن طمأنة خالصة بأن لا تأثير مطلق على استقلالية أي صحفي إذا انفتحت قوات الأمن أو قوات الجيش، بقدر ما هي حسنة تزيد من تكريس حق المواطن في الإعلام وإطلاعه على ذلك. النقابة في أرقام، تشمل النقابة كما هو موجود بين أيديكم 766 منتسبا يشكلون حدود 96 إلى 97 من العاملين في الحقل الإعلامي الخاص والعموم، واللائحة بين أيديكم. كانت قد تأسست في 581 سنة 2009، وكما قلت نشأت في سياق حاضن صعب جدا، مر وتجاوز من انقلاب إلى انتخاب إلى استقطاب، وحرصت دائما أن تبقى بوصلتها مهتمة بالمهنية أكثر من التأثيرات الضاغطة في المحيط السياسي وفي المحيط الاجتماعي، وهذا ما أعتبره إحدى الحسنات الكبرى التي تمكن صحفيونا من التأسيس لها خلال السنوات الثلاث الماضية. إلى ذلك اهتمت النقابة بالبعد المهني الخالص بعيدا عن التجاذبات أو الاستقطابات، ركزت وجعلت هدفها وغايتها تعزيز الحريات بالبلد والدفاع عن الصحفيين بصفة عامة، وهو مكسب أعتقد بأن كل الفاعلين المجتمعيين والسياسيين عضدوا جهودنا في اتجاه المزيد من تعضيده وتوكيده بالنسبة لهم. النقطة الثانية أنها أوجدت مخاطبا للصحفيين. هذه المهنة في موريتانيا هي من المهن الليبرالية التي يخشى أن تتحول انسيابيتها إلى تسيب، ولذلك بعد وجود نقابة الصحفيين الموريتانيين وجد إطار يشعر فيه الصحفي بالانتماء إلى جسم، ويشعر فيه أيضا حتى المشتكون من الصحفيين بإيجاد من يتوجهون إليه بمغالمهم. لا يعني ذلك بكل تأكيد تكريسا للأحادية، لا، نحن في موريتانيا نؤمن بالتعددية ونكرسها على مستوى التنظيمات النقابية والروابط والجمعيات وغير ذلك، ولكن يبدو أن الصحفيين الموريتانيين في الدفاع عن قضاياهم اختاروا في أغلبهم إطارا واحدا هو نقابة الصحفيين الموريتانيين، مع علاقاتنا مع باقي الشركاء من هيئات وروابط، سيما تجمع الناشرين ولجنة أخلاقيات المهنة وغيرها أو باقي الروابط الممثلة سواء لناشرين أو لغيرهم. أنجزت نقابة الصحفيين منذ 2009 إلى غاية اليوم 42 دورة تكوينية في الأنواع الصحفية، في الصحافة الاستقصائية، في الصحافة البيئية، في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، 42 دورة تكوينية لصالح الصحفيين.
إلى ذلك ساعدت في التأسيس فريق برلماني لحرية الصحافة يشكل من 16 عضو ويعضد جهودها في مجال تأسيس حرية الصحافة. يمكن أن نحسب أو نعد من المكاسب المنيوية التي حققتها زيادة على ذلك إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وهذا طلب نقابي خالص طرحته على رئيس الجمهورية بعد تشريفي بلقائه واستجاب له فورا. كذلك الشأن بالنسبة لي ذلك الشأن بالنسبة لتأسيس المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مطلب لمكتب النقابة نقلته إلى رئيس الجمهورية واستجاب له، وهي الآن تكون حدود 30 كاتب صحفي في المدرسة الوطنية كأول مركز لتكوين الإعلاميين بموريتانيا. صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة الذي شكل السند الفعلي للصحافة الخاصة وهو في عتبته الثانية أيضا كان مطلبا نقابيا واكبناه من بدايته ولغاية استصداره. صحيح إذن أن نضالات الصحافة على المستوى البنيوي قدمت إيجابيات ومكاسب لم تعد ملكا لنقابة ولا ملكا لهيئة، وإنما هي ملك لمجتمع بصفة عامة. هذا من المكاسب البنيوية التي قدمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين أو عضدتها أو كانت المبادرة بطرحها على السلطات العمومية. ثمة مكاسب لا تقل أهمية أيضا، وهو أن النقابة حافظت على نوع من التنظيم النقابي الحي والمرن، اجتماعات دائمة منذ 3 سنوات لمكتبها التنفيذي كل يوم خميس، مشاركة فاعلة على المستوى الوطني والدولي ممثلة في كل الهيئات المهتمة بالصحافة وطنيا وفي الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين الأفارقة، كانت أول هيئة أيضا تكسب شرف الانضمام إلى هذه الهيئات منذ 4 سنوات. وفوزنا مؤخرا، وهذه بشارة أحملها إليكم، بتمثيل إفريقيا في مجلس النوع العالمي ممثلة في زميلتنا عضو المكتب التنفيذي الأستاذة ركيسي، وهي لعهدتي 3 سنوات. تطلع النقابة أيضا زيادة على ذلك بالقيام بالعديد من الدورات التكوينية لصالح الصحفيين، كما قلت قرابة 32، زيادة على الدورات التكوينية التي يتم فيها إفادة الصحفيين إلى الخارج، سواء الصحافة البيئية في جوهانسبورغ أو سواء إلى تركيا أو المغرب أو الجزائر أو تونس أو تركيا، وتم إفادة الصحفيين هناك. زيادة على الحضور الدائم لممثل النقابة في مختلف الهيئات الدولية، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين الأفارقة. عددت الآن المكاسب البنيوية، و كان الفخر الكبير الذي يمكن أن يميز كل صحفي موريتاني هو الشعور بأنه أسس ويستعد لأن يكرس لهيئة نقابية مستقلة متعددة الآراء بداخلها تؤمن بحق المهنة وتؤمن بحق الدفاع عنها. هذه مكاسب ما عادت ملكا للنقابة ولا عادت ملكا للصحافة، وإنما عاد المجتمع أن يتملكها. والمصاعب لن أكون من درجة الإفراط في التفاؤل إلى أن كل الأمور قد أنجزت، ثمة تحديات كبيرة واجهتها النقابة خلال مسيرة 3 سنوات. وهل يمكن لنا أن نغفل مثلا ماموني في وكالة موريتانية الأنباء؟ إننا نطالب بعودته إلى مكانه وسنناضل وسنبقى كذلك نناضل من أجل عودته إلى مكانه. وقضايا المتعاقدين المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي وقضايا متأخرات 50% و10% التي تلي في سنتها الخامسة دون حل، وضمور أو عدم الحضور الكافي للنوع داخل إدارة المؤسسات الإعلام العمومية بصفة عامة، هذه محطات نضالية واكبناها رفعا للشارع، واكبناها تحذيرا، وواكبناها أيضا اعتصامات متكررة داخل المؤسسات، وهي مطالب، وكما يقال لن يضيع حق وراءه مطالبون وليس مطالب واحد. لذلك هذه من المحطات النضالية التي عملنا دائما وسنعمل دائما مجددا أيا كان موقعنا داخل النقابة من أجل المزيد من تحقيقها وتحصيلها، لأنها في النهاية قضايا لا نعتبرها خاسرة إذا ترتبط بحقوق عمال أو بحق مغلومين أو مغبونين أو جنس مغبون كما هو الحال بالنسبة لترقية المرأة. وأملنا كبير أن تواكب النقابة في عهدتها الحالية أيضا المقبلة المزيد من هذه النضالات. وعلى المستوى الشخصي سأبقى فاعلا عضوا فاعلا داخل النقابة من أجل تحقيق هذه المطالب، لأن في تحقيقها نوع من التصالح. ثمة إشكالات أخرى ومتعددة ترتبط أيضا بعدم تصالح مؤسسات الإعلام العمومي مع متطلبات الخدمة العمومية، وهذه من المطالب والعتبات النضالية التي نناضل من أجلها، زيادة على ضرورة تصالح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مع الجسم الصحفي على الرغم من الحراك التكويني الذي بدأنا نلحظه مؤخرا، فيجب أن يتم تنفيذ الجسم الصحفي إضافة إلى العناصر الداخلة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أسوة بالتجارب القارية الناجحة كما هو الحال بالنسبة للتجربة البنينية مثلا. هذه محطات ترتبط بحرية التعبير زيادة على ضرورة استصدار القنوات الجمعوية، حتى لا يفهم بأن تعددية المسار حرية الإعلام بصفة عامة قد شكلت تنازلا من الدولة عن ابتكاراتها لصالح الصفوة المالية. لذلك من الضروري
تعهيد، وأنا أتكلم هنا تحت إشراف معالي وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، إصدار المرسوم الذي تم تقييد القنوات الجمعوية به، إصداره من أجل أن تشكل القنوات الجمعوية متنفسا على الأقل يؤكد المزيد من التنوع داخل المشهد السمعي البصري. لن أطيل عليكم كثيرا معالي الوزير، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السادة رؤساء الأحزاب والمثليات، لأن ثمة تقرير سيوزع عليكم عن مكاسب النقابة والمصاعب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وأملنا كبير أنكم كما كنتم تظلون دائما عضدا نحو المزيد من ترقية مهنة الصحافة حريتها باعتبارها الحاضنة الرئيسية وعلى الأقل لمختلف الأعمال التنموية. لا يسعني في النهاية إلا أن أجدد لكم الشكر وأن أشكر أيضا السلطات العمومية سيما الوزارة الأولى ووزارة الاتصال والمؤسسات الإعلام العموم على التسهيلات الكبيرة والدعم والمواكبة الذي قدمته لإنجاح هذا المؤتمر، وسواء في أبعاده المالية وغيرها. باقي أن أشير، وهذا بالنسبة للضيوف، أنني قررت شخصيا السنة الماضية الشهر الماضي إعلان عدم الترشح لمأمور يزارية. أملي في ذلك أن يتم تعزيز التناوب داخل المؤسسات وأن يتم تكريس المؤسسية. لن أغادر النقابة، سأبقى أولا فاعلا بها وسيكون منبهرا ومتمتعا أيضا بهذا التنافس الإيجابي بين لائحتين سينتخب الصحفيون عندما عادت إليهم إرادتهم من يمثلهم في الهيئات القيادية في اليوم المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.